بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقع وزارة الأوقاف نحييكم حيث نلتقي وإياكم في هذه السهرة الرمضانية التي يجمل بنا أن نحييها دائما بقراءة القرآن الكريم. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. ذرية بعضها من بعض والله
والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران استمعتم إليها من فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي. إخوة الإيمان والإسلام، لا شك أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذه هي الكلمة التي سنستمع إليها من الشيخ محمد كساب من شباب علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بخير دين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد خلق الله عز وجل الكون على أبدع مثال. قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله عز وجل خلق الكون وأبدعه ليسير الناس على هذا المنهج الإلهي في الإتقان، فإن الله عز وجل لم يطلب منا مجرد العمل، إنما طلب منا عز وجل الإتقان في العمل والتميز في العمل والإحسان في العمل. قال عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، بل إن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يحب المتقنين، فقال عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وقال عز من قائل عليما: والله يحب المحسنين. هذا الإتقان وهذا الإحسان يحبه الله عز وجل كما أخبر في كتابه وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والذي يتقن عمله هو يترجم عما في قلبه من مراقبة الله عز وجل، يعلم أن الله يراه. قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعلم أن الله تعالى يراه فيتقن عمله، يراقب الله عز وجل، يعلم أن مرتبة الإحسان أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل هو الذي يراه. يتقن عمله، يراقب ربه عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إن الإتقان في العمل يصلح الفرد ويصلح الأسرة ويصلح المجتمع المسلم حتى يصير قويا منتجا متماسكا. فيا أخي الكريم، أتقن عملك حتى في رمضان وأنت صائم، أتقن عملك، فإن رمضان شهر الانتصارات وشهر العمل وشهر الفتوحات. كل ذلك كان والناس صائمين، لكنهم كانوا يتقنون أعمالهم، يتقنون علمهم، يتقنون دعوتهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حول فضيلة الإتقان، والتي ينبغي أن يتحلى بها كل فرد في هذا المجتمع، استمعتم إلى فضيلة الشيخ محمد كساب حول كلمته التي كانت عن الإتقان. الآن إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا
واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا يا رب. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يعجز والكلام يلام. من أين أبدأ في مديح المصطفى؟ لا الشعر يوصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق العظيم على المدى، هو رحمة للعالمين، إمام. هو صاحب الخلق العظيم على المدى، هو رحمة، هو نعمة، هو رحمة، هو نعمة للعالمين، إمام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتوقف الأقلام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما دارت الأفلاك والأجرام. سيدنا النبي صلوا عليك، صل ربي وسلم وبارك عليك.